مرحبا بكم أصدقائي من جديد على قناتنا شادي جيمنج. واليوم أصدقائي فيديو جديد في لعبة يوغيدو لينكس. واليوم أصدقائي راح نشرح مجموعة سلمون جريد. طبعا هذه المجموعة أصدقائي تير 1 حاليا في تو لينكس بسبب قوتها، واللي صراحة اللعب فيها ممتع جدا، حرفيا اللعب فيها جدا ممتع. طبعا ما اطول عليكم اصدقائي، ما تحرموني من اللايك ومن الاشتراك بالقناة، خلينا نوصل هذا الفيديو 100 لايك يا اصدقائي لحتى نستكمل في الفيديوهات القادمة لشروحات المجموعات. فلتس جو يا حبيبي. طبعا اصدقائي هذه هي المجموعة، طبعا مجموعة فري تو بلاي بشكل عام يا اخوان، يعني حرفيا فري تو بلاي نوعا ما، لانه صراحة كلها بنباكيج واحد، وبنفس الوقت انا بس مرة صاحبها. فيب راح تكون مجموعة جدا اسطورية لانك تسحب منها مرة واحدة من الباكيج، وانت وحظك، يا اما تطلع لك في الاول يا اما تطلع لك مثلي في النهاية. فخلينا اصدقائي الان ننتقل لشرح البطاقات. فننتقل الان لاول بطاقة معنا، وهذه اسمها سلام جريت جزاو. طبعا هذه اصدقائي موجودة في انك تطور ليفل الشخصية اللي احنا عم نلعب فيها حاليا. شو هذه ميزتها يا اخوان؟ ميزتها بكل اختصار انك تقدر تسوي لها سبيشال سامن لما انت تساوي سرمان جريد مانستر في الملعب، وبعدها عن طريق هاي راح ترسل اي بطاقة سرمان جريد للمقبرة. هذا بيساعدنا انه نكمل الكومبو الخاص في مجموعة سرمان جريد، فشيء جدا جميل اللي عن طريقه راح نرمي مثلا هاي البطاقة او هاي البطاقة. راح اورجيكم هاي الاشياء في الكومبوهات ان شاء الله. فننتقل الآن للبطاقة الثانية. هذه أصدقائي بكل اختصار إنها بتعمل لك سيرش لأي سايبرز تايب مانستر، فيعني مثلا زي هاي أو هي هاي، يعني حرفيا كل بطاقة السايبر. فحلو كتير راح تعمل لنا سيرش، وبديلا يعني عن هاي البطاقة، لأن هاي البطاقة برضو كمان بتعملنا سايبر تايب مانستر بشكل عام. ننتقل الآن لهاي البطاقة. طبعا هذه البطاقة أصدقائي بتعمل لك انفيك دمج على الديفنس بوزيشن، يعني لو في وحش ديفنس بوزيشن تعمل عليه دمج عالي. وإذا كمان يا أصدقائي كانت موجودة في المقبرة هذه، بتعمل تارجت لأي مانستر سلمان جريت من المقبرة بترجعه للمجموعة، وبتسوي لها سبيشال سامن لهاي البطاقة. فجميلة كتير وبتساعد في الكومبوهات. طبعا هذه البطاقة فوكسي، طب شو بتساوي؟ أول ما تسوي لها نورمال مانستر بشكل عام راح تعمل ثلاث خيارات في أول الديك، وإن كانت موجودة من الثلاثة هدول أي بطاقة لسلمون جريت راح تضيفها ليدك. فهذا شيء جدا جميل وحلو كتير، وبإمكانك عن طريق هذه البطاقة إنك ترمي بطاقة للمقبرة وتسوي لها سبيشال صمم، ومنها راح تسوي صديقي ديستروي لأي فيس اب سبيل او تراب، يعني فيلد كونتينيوس سبيل كونتينيوس تراب راح تعمل له ديستروي. ننتقل الآن لهاي البطاقة. طبعا هذه البطاقة بتعمل تارجت لأي سبيل او تراب خاص في السلمون جريد، وبترجعه للفيلد، فحلو كتير. وبإمكانك تعمل تارجت لسلمون جريد مانستر الموجود في الملعب وبتعمل له ريتيرن ان هاند، يعني بترجعه ليدك، وبتسوي سبيشال سامن لهاي البطاقة. حلوة كتير. ننتقل لهاي البطاقة. طبعا هذه البطاقة اذا سويت نورمال او سبيشال سامن بالملعب بامكانك تسوي سبيشال سامن لهاي البطاقة، وعن طريقها راح تعمل مثلا تارجت لاي بيل او تراب خاص لخصمك، تعمل له الغاء تأثير له، لكن عن طريق انك ترمي اي بطاقة سلمون جريت للمقبرة. فجميل جدا. طبعا ننتقل لهاي البطاقة. طبعا هاي البطاقة عن طريقها بنقدر نسوي سبيشال سامن الها عن طريق انه نرمي اي بطاقة سلمون جريت للمقبرة، وهذا بيساعدنا نكمل الكومبوهات. مثلا نرمي هاي البطاقة او نرمي هاي البطاقة او نرمي هاي البطاقة، فحلوة كتير في السبيشال يعني. طبعا هذه البطاقة مثل ما حكيت لكم ترموا اي بطاقة للمقبرة، بتضيف اي سايبر تايب مانستر من المجموعة على يدك، يكون من ليفل 1 لليفل 4. جميل جدا. طب نيجي للكويك سبيل الخاص بالسيرمون جريت. طبعا هذا بتضيف لك اي بطاقة سيرمون جريت من المجموعة على يدك، حلو كتير. وبتعمل كمان تارجت لللينك مانستر ان كنترولز، وبتخليه انفكتد، فحلو كتير يعني مش راح يتأثر بشي. طيب نيجي الآن للفيلد. الفيلد يا اخوان تعمل تضحية مثلا لألف نقطة حياة، وبتختار اي لينك خاص فيك، وبتاخد نقاط الحياة
نقاط الهجوم الخاصة في هذا الليج وتحولها لنقاط حياة، لكن بصير زيرو. لكن الشيء الثاني اللي احنا حنستخدمه منه لنكمل الكومبو الخاص في السامن جريد عن طريق انك تساوي استدعاء لللينك. فنشوفوا هذا في الفيديوهات او الجيم بلاي اللي راح نلعبها، راح تفهموا ايش انا عم بقصد. طيب التراب، التراب هذا بيساوي نيجيت لكل شيء حرفيا، هذا الاختصار بالنسبة لي. نيجي الآن لوحوش السلمون جريت. طبعا وحوش السلمون جريت يعني مثلا الوحش المهم كثير هذا اللي هو أصلا أساس الكومبو، هذا بيسوي صديقي تارجت لأي سبيل أو تراب موجود بخصمك وبرجعه للمجموعة، يعني مش بدمره، لا برجعه للمجموعة، فهذا شيء جدا جميل. أما الشيء الثاني لما احنا نعمل الكومبو عن طريق الفيلد نستدعيه من هذا الفيلد، راح يصير لك خيار ثاني له واللي هو يا صديقي بيعمل لك عملية إنقاص أو زيادة للهجوم حسب ما أنت تختار أو التارجت اللي بتعمله من المقبرة. يعني مثلا اخترنا نقاط الهجوم 500، راح يصير نقاط هجوم اللي أنت بتختار الوحش اللي أنت حابب تعمل له راح يصير نقاط هجومه 500. راح نشوف هذا الشيء في الجيم بلاي. طيب نيجي للوولف. طيب هذا يا صديقي تعمل لك اول ما تسوي سبيشال سامن بشكل عام، واذا سويتها بهذا الفيلد راح ترجع اي فاير مونستر من المقبرة ليدك، وكمان بامكانك ترجع اي سبيل او تراب اذا سويته من هاي، يعني راح ترجع سبيل او تراب. فاحنا راح نرجع اكيد الكاونتر المهم جدا للمجموعة. نيجي الآن لهاي البطاقة. طبعا هذه البطاقة صديقي بتعمل لك إضافة الفيلد من المجموعة ليدك، وكمان لما تكون في المقبرة أي شخص عم بده يدمر لك أي وحش لينك أو مونستر خاص بالسلمون جريد راح تعمل بنيش لهاي البطاقة وتسوي حماية للبطاقة اللي كانت بدها تتدمر أو بدها يصير عليها هجوم. بس هدول هم شرح البطاقات الخاصة بمجموعة السلمون جريت. أتمنى أن أكون شرحتها بشكل ممتاز. فخلينا الآن ننتقل للجيم بلاي أو نلعب فيها أو طريقة الكومبوهات. Let's go يا حبيبي. طيب يا إخوان ندخل لأول جيم معنا ضد شخص من الصين عم يلعب بالست وكايبا. تمام إن شاء الله بس ما ينسحب من مجموعتي، بتمنى ذلك. تمام ضيف دبل تراب وينهي دور. خلينا نفعل هاي، فعل اكتيفيت، نساوي سيرش، نضيف غازال، نعمل لينك سامن. تمام نساوي سبيشال سامن، نضيف الفيلد ليدنا. اوكي نساوي سبيشال سامن، اتركنا نرسل هاي للمقبرة، نعمل وولف. تمام هذا الكومبو الخاص بالمجموعة، نساوي سبيشال سامن لجزار، فعل اكتيفيت، نرسل للمقبرة هاي، نساوي سبيشال سامن، اتركنا نعمل عملية رجع لهاي البطاقة. تمام نفعل الاكتيفيت، سوى عملية ارجاع لهاي. طبعا نضيف الان الفيلد، نساوي سبيشال سام لهاي لينك تو، لينك تو نقول ويلكم، نفعل الاكتيفيت، نعمل عملية رجع على أول بطاقة،
ونسوي الآن كمان مرة سبيشال صمم. أبو الأحرى خلينا كمان نضيف هاي بطاقة لعندنا، بس هنضيف هاي لحتى نسوي لها سبيشال صمم بشكل عام. تمام، فنعمل كمان سبيشال صمم. تعال لك في بيت نساوي سبيشال صمم لصديقنا العزيز، ومن راح نساوي عملية ارجاع للوحش الخاص فيه. لكن شوفوا لما نعمل عن طريق الفيلد بيبين الانيميشن الخاص بهاي البطاقة، فكتير كتير رهيب. فعل اكتيفيت ساوي ارجاع، طبعا فعل الاكتيفيت الخاص بالتراب، ونساوي سبيشال صمم لحتى يرجع للملعب بشكل عام. وبهيك برجع، وهذه بترجع. نفعل الاكتيفيت، مثلا نعمل تارجت لهاي ونزود الاتاك عن طريق هاي، وكذا جي جي نوري. هذا هو الكومبو الجميل للمجموعة هاي. طبعا ماشي كترويت. ماشي، فعل الكترويت يا حبيبي، فعل براحتك، ما في أرهب من هيك كومبو أنا عملته. يعني ننهي دورنا، طبعا معنا الكاونتر ومعنا ما معنا الحماية، بس يعني مش راح يصير حاجة. تمام، نساوي الآن نهجم، مش محتاج نعمل حاجة، بس نزود الاتاك وخلاص. نزود الاتاك مثلا نعملها كده حتى نشوف كار ما حضر المسكين. نيجيت، انا اصلا كنت بدي اعمل تريبت لشي، بس يلا خلاص نيجيت يا حبيبي، باي باي. جميل جدا، كمان شخص من الصين، هات لنشوف كيف ممكن نلعبه. عم يلعب لي ببريمو. تمام، احنا الدور الاول. اورجيكم شو ممكن نساوي احنا في الدور الاول. تمام يا شادي، اوكي. اول شي بنساوي سبيشال صامن لهاي، او نورمال ما نصر بشكل عام. في حد حيقول لي سبيشال يا شادي؟ تمام يا صاحبي، بس في ما لزعش. هلا بنعمل لينك صامن عن طريق انه نساوي كده، نضيف اللينك واحد راح يضيف لنا الفيلد. نضيف الفيلد، جميل جدا. طيب بإمكاني الآن إني أساوي سيرش لبطاقة مثلا تكون هاي. راح نعمل عملية تاخذ هاي البطاقة عام، نساوي سبيشال صمم، ونعمل كمان سبيشال صمم. نفعل الاكتيفيت، نساوي عملية انه نرمي التراب، واهم شي انك تسويها لما يكون التراب مش معك. هلا نساوي يا صاحبي الولف عن طريق نعمل كده وكده. انا عملت لينك تو الولف، فليش اختار لي انه اسوي ثلاثة؟ مش عارف، ما علينا. نسوي كده، نعمل عملية إرجاع لجزال، فعل الاكتيفيت، فعل الاكتيفيت، نسوي عملية إرجاع، نسوي سبيشال صمين كمان مرة. ذهب، ما عارف في حوسة.
لكن كومبوهات كذا جدا جميلة. يعني انت هيك بتجنن خصمك صراحة، نساوي هاي عن طريق كذا حتى ترجع التراب. تمام، ما تفعل هاي الاكتيفيت، فعل الاكتيفيت الخاص في الوولف لحتى ما يصير الهبانيش. طيب في الكاونتر وبتعمل كمان لينك صمم مثلا لهاي، أساس إنه نزود الهجوم يعني. تفهم كيف؟ كده 2600 و2000، هات لنشوف صاحبنا ايش ممكن يساوي يعني. اوكي، بده يعمل تريبت، لكن في المرصاد راح يلاقي كاونتر. باي باي، ننهي دوره. تمام، نفعل الاكتيفيت اساس انه نرجع التراب، يفعل لي كارما. ماشي يا صاحبي، نضيف الكاونتر لعندنا، نعمل كده، نساوي ايش في موجود الآن؟ اوكي، نساوي لينك، نفعل الاكتيفيت، نعمل عملية إرجاع لها البطاقة، نضيفها هنا. تمام، هلا نساوي كذا، نهجم عليه، ليتس جو يا حبيبي، نساوي كذا، ما تفعل أي اكتيفيت، نساوي كذا، حتى كمان تضمن إنه ينسحب، بتحمل له بنش، لا، هاي عادة ما يساوي سبيشال صم. هيك انت خليته ينتحر حرفيا، خليته يتعذب. ينهي دوره، نساوي سيرش، ادت سلمون جريت، نضيف لعندنا جزاو، هي الخيار الافضل يعني. نساوي كده اكتيفيت سيرش لمثلا فوكس، نسوي اكتيفيت، نعمل عملية رجع على هاد، ما تسوي سبيشال سامن. هذا انا مستغرب ليش بيعمل عملية رجع وما بيسوي سبيشال سامن، هل ممكن عشان يكون موجود الفيلد؟ مش عارف صراحة، لكن خلينا نهجوم نخلص الامور. جي جي، اكتبوا لي بالتعليقات ليش هاي البطاقة سوت عملية الرجعة وما تسوى إلها سبيشال صن. أتمنى منكم هذا الشيء. هذا كان الفيديو أصدقائي لمجموعة السلمان جريت، أتمنى إني أكون وفيت فيها وتعلمت مني أشياء جدا جميلة. أشوفكم أصدقائي في فيديو جديد، وما تحرموني من اللايك ومن الاشتراك بالقناة، وسلام.